العم عصام أبو لبن يعمل جاهداً منذ ما يقارب 15 عاماً على المحافظة على مهنة صناعة الفخاريات التي ورثها عن عائلته المعروفة بإتقان هذه النوعية من الصناعة والحرف التقليدية التي ارتبطت كثيراً بصناعة أواني سقاية الحجاج في مكة المكرمة. صناعة الفخاريات تعتمد بدرجة أولى على المهارة الفردية إلى جانب نوعية الطين المستخدم في صناعتها، حيث تنعكس نوعية هذه التربة على جودة الأواني وصلابتها. والله التاريخ حق العيلة تاريخ، يعني ما شاء الله تبارك الله، أجيال وراء أجيال متوارث من الجد للجد للوالد لنا إحنا، تمام، من أيام ما كنا في منطقة اسمها الجميزة في حارة الكوشة، أول مكان لصناعة الفخار في مكة. وبعد نهاية السبعينات الهجرية انتقلنا من منطقة الكوشة إلى منطقة الرصيفة، مصانع الأجور سابقا الآن كانت كلها مصانع فخار، وكان لازم عندنا على قولتهم صنعة أبوك لا يغلبوك. من أيامها هذا المثل عندنا موجود، كان جيل ولا جيل يسلم صناعة الفخار هذا اللي بعده، من جدي الله يرحمه للوالد الله يرحمه لغاية ما جات عندنا إحنا، وكان عندي عيال عمي وأعمامي كانوا كلهم، كل عيلة أبو لبن كانوا شغالين في صناعة الفخار هذه. يعني من المواقف اللي خلتني أدخل أنا صناعة الفخار، أنا موظف وما كنت أحب الصناعة هذه صراحة، تمام، متعبة، مو عشان حاجة بس كانت متعبة، متعبة مرهقة. كنت أشوف الوالد قد إيش يقف فيها ويتعب فيها. قبل لا يتوفى يمكن 5-6 سنوات بدأت أدخل المجال هذا شوية كده من باب العلم بالشيء، إلى أن الوالد الله يغفر له ويرحمه كان في المستشفى وجاء قال لي يا ولدي روح شوف لي شغلة كده في المصنع. جيت شفتها مرة في الثانية لغاية قبل لا يتوفى بيوم، كان يوصيني أنا وأخواني على المصنع، المصنع الفخار بالذات، صنعة أبوك لا يغلبوك، صنعة أبوك لا يغلبوك. وبعد ما توفى عاد احنا اخذنا الحاجات هذه من بعده وصرنا ماشيين على وصيته، تمام، زي ما جدي الله يرحمه وصى عليها، والحمد لله الى الان متوارثه، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نورثها للي جايين بعدنا ان شاء الله. الفخار أشكال، يعني حسب الحاجة اللي أنت هتستخدمها فيها، في بعضها يستخدم للأكل، في بعضها لحفظ الأكل الطعام والشراب والحاجات زي كده، وفي بعضها للسقاية. والسقاية في منها إحنا أهل مكة نسميها شراب ودوارق، كانت زمان في الحرم في الحصوة حقت الحرم أيام زمان، تمام، يحطوها لسقية الحجاج من يوم الحرم إلى الآن كانوا يسموها سقية الحجاج، وكانوا ناس قائمين عليها إلى الآن اللي هم إحنا نسميهم الزمازمة، كانوا خاصين بالحاجات هذه. والآن تعرف تطورت العملية، ولكن إلى الآن موجودة مكاتب الطوافة، استقبال الحجاج في المطارات، في الباصات، في أماكن السكن حقهم الخاصة بالسكن موجودة إلى الآن الحمد لله. تطورت الصناعة من عصور، تطورت وكل ما لها في التطور، يعني مستمر التطور معاها إلى الآن. كانت أول استخدام كامل يدوي، الآن صار زي ما تقول في بعضها يدوي آلي وفي بعضها آلي، إحنا إلى الآن مستمرين على النصف آلي. يعني عندنا حاجات ما ينفع تتصنع بالماكينة، اللي من أهمها الحاجات اللي سقية الحجاج والألوان الأكل والشرب وحفظ الأطعمة إلى الآن يدوي، لأنه في كل واحد ليه طلب، يجيك شخص ليه طلب معين بنصنع له الحاجة اللي هو يبغاه بالمقاسات اللي هو يبغاه، وموجودة إلى الآن. وحقة السقاية حقة الحجاج تطورت من فخار لتبريد الماء، الآن صارت لا لتقديم الماء كشكل من أشكال التراث الموجودة إلى الآن. كل التحديات التي تواجه صناعة الفخاريات، إلا أن العم عصام أبو لبن يطمح لتطوير الصناعة والإفادة من التطور التقني والصناعي.